السلام عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى منكم انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى منكم تكونوا في اتم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. ما قريت لكمش الاجزاء اللي طالبتوني بهم لانني مش كنت عليكم مريضه بزاف، وغادي يبالكم هادشي غير في صوت ديالي، فلذلك كنطلب منكم حاجه وحده، انكم تداو لي بالشفاء العاجل ان شاء الله باش نرجع كما كنت. راه ما كرهتش كل نهار لوح لكم الجزء، ولكن راه ما تنقدرش، فلهذا كنطلب منكم مسامحه. وندخلوا دابا مباشره للقصه، وغير قبلوا لي هذه المره لان صوتي ماشي هو هذاك. كنت هدرتو بحال شي قنبله تلاحت وسط عمق البحر، عاد فرقعت بلا ما تخلي الناس اللي في اليابسه يوصلهم الصوت. غير الفرق هنا كانت هدرتو هي القنبله والبحر هو قلبها اللي حساتي به تصير واحد زيره بحال عصروه اليدين. واش تثق بهادشي اللي كيقول؟ واش ما تثقش؟ دارت بهاد الدنيا انا باغي ندير عائله، ماشي جاي اولها للحرب معاك ولا شتي نقطع لك هاد النمره عندك، ولكن انت باقي ما باغاش هاد العرس، عيطي ليا باش نعرف اش ندير. خلى لها النمره فوق الطبله وخرج. في الفيلم ديال عائله الانصاري جالسه مع جدها مع قدراه ومحتاميه، محتاميه فيه من اعين الاسود الداريه اللي قدامها. خوتها اللي كانوا عارفين بلي هذا المشكل طبعا عنده علاقه بالمشيه ديال اختهم، شحال والدار مهدنا، ونهار جات بجاجتها جالس طالق رجلي وساند ظهر على المخده اللي من موراه، في حين يدو كان لي حاله المخده اللي حداه. برب اجدي الحشومه عليك هادشي، طيرتيها منهم الوالده شويه ما كانت تموت لينا. مسح على وجهه بيديه كيشوف التمثيليه اللي دار عليهم، باقا دابا ما تصطاتش ليه. ودابا شعول دير؟ واش باغيها ترجعها لينا لهنا بالطلاق ولا؟ جاوبوا بصرامه وعيني كانت مغلفه ومنظره القسوه، بغى يطلقها الطريق ما شيطاش عليا ولا تقالت عليكم في هالدار نديها معايا. تكمشات فيه كلمشه وزادت خشات راسها تحت دراعه وكتفرج فيهم غير من تحت لتحت، كيفاش ما كارهينش يرجعوها، وكتشوف كيفاش جدها واقف لهم بالمرصاد واللي مزغرت عليه لا لا فخيته جوج مرات ينوض ويديها بسس. عنقاتو من كرشو ميلات عينا لجهة باها، نطق بصوت وقور ورزين، علاش دابا هادشي الحاج؟ ياك نهار الاول نتا اللي عطيتيها ليه بيديك. زادت شافت قصحية على قصحية، ونطق بصوت قار وصارم، كتحاس معايا؟ حد صبيح وشاف الحاج اللي بان ليه باغي غير مع من ينوضها. ما كاين حساب معاك الحاج، حاشا واش يكون، ولين حقنا نعرفوا علاش هادشي وقع. هاد الايام اللي دازو بين الطبه والمشي والمشي في السبيطارات راه ما كانوش على الخوال الخاوي باش نعرف علاش هادشي طرا. كان راد البال جدو كيفاش كيدافع عليها ومتشبت بها، ولكن عقل مزيان بلي هاد جدو هو نفسه اللي هادي شي شهور ما كانش باغي كلمته تطيح في الارض. نطق بصوت رجولي وعيني مع جدو، علاش جريتي عليها جدي؟ شاف فيه الحاج وكان بحالها فكروا في شي حاجه. دويتي تقعد نتا وبوب كنهزو داكشي اللي جاب معاه وردوه ليه، ما تبات عندي شرويطه جايه من عنده. لا حول ولا قوه الا بالله، واش الحاج غنوليو دراري صغار؟ دخل ليه الشك بعد العصبيه ديالو ونطق، واش نجيب لك الدواء ديال الطونسيون او مالي الحاج قاسم باش يديرها وناض تحرك يجيبو ليه؟ في حين فاروق عاود سول نفس السؤال اللي سول هو وباه ودار بحال ما سمعش، علاش جدي هادشي كامل؟ ماشي من عوايدك تجري على الضيف. قول لينا علاش؟ زاد حكر على هدرتو باقي عاقل على كلمتك اللي ما كترجعش فيها. شاف فيروز وعاود شاف جدو، علاش هاد المرضى والطبه وهاد الروينه؟ نهار عطيتو بنتنا عطيتو يصونها ويحافظ لي عليها، ما شيطاش ما عطيتهاش يلصق فيها اللي دارت وني ما دارت. على اخر ايامي نشوف واحد قد ولاد ولادي يطول يدو عليها، على اخر ايامي نلقى واحد كيمرمط ليا فيها. صافي باينه تاني جات شكات ليه، ياك عويضها حرك راسو بلا حول ولا قوة إلا بالله. منطق الله يهديك أبا، واش هي سهلة باش يجي ويعطيها في اللابق؟ شمن لابق لصق فيها؟ صحح ليه بنبرة صار موقوة وقور، هذا ماشي لابق هذا باطل، حطوه ليها مع البوليس من هنا حتى للسعودية. قطب حواجرو كان متخلى لهم الشيب، ونطق بصوت وقور اش دار لها؟ واش وسخ لها الدواسة؟ ما جاوبوش، ولكن في المقابل بدا كيغوت لحفيدته الثانيه غزلان حتى جات دخلات لعندهم. هنا عزيزي عيطتي ليا؟ دخلي للبيت عندي الله يرضى عليك، غتلقاي شي وراق عندي في المجوره اللي على اليمن جنب الناموس يجيبهم ليا واجي. تحركات من تما دير داكشي اللي قال لها جدها وخلاتهم كيتسناو اش كاين، ولكن خداو فكره مسبقه على هادشي اللي واقع. ما دارش بزاف ديال الوقت حتى قطع لهم شكوكهم باليقين، فاش لح لهم الاوراق فوق الطبله وخلى كل واحد فيهم هاز ورقه يقراها، ومع كل ورقه كيلقاو تما تهمه جديده. المغرب
اوتوبيا، الصومال، جنوب السودان كانوا كلهم فيهم تهم تلفقات الختوم. عارفينها كتر مع الطيور ما كتشدش الارض، ولكن في نفس الوقت عارفينها ما توصلش دير هذا الشيء. ابسط تهمه تما كانت ديال الاعتداء الجسدي، واش هي ما كتعرف تتعاطف العائله وغتنضرب شي وحده؟ مازال كون كانت ختم كتقول بلي شي وحده اللي ضرباتها غيتيق، وحيت عارفينها ما كتعرف المدابزات، وحاجه متوقعه تشدها شي وحده تشنتفها، يعني هادشي ما كيدخلش للعقل. عاود لهم داكشي اللي عاودت ليه ابتداء من التهم، مرورا بالجثث اللي قتلهم قدامها، وزاد من فوقهم البرقع اللي لبسوا ليها وضرب، واخيرا الكدوات اللي قطعها فيها من جهتهم. مع كل حاجه كان كيعاودها كانت كتزيد تشبت بيه. حويجه وشنو تلبس وما تلبش، داكشي بينك وبين راجلك. نهار كنتي عندي في الدار باقا محسوبه عليا داكشي اللي كان كيمشي على امك وخواتاتك كيمشي عليك، اما داكشي اللي قلتي للحاج غدا غنعيط له ويجي ندويو في هادشي. زادت تخشات في جدها كتطرق بيه ونتقات بنبره خافته مقوسه بيناتها وحوايج بها. بالحق بابا هو قال لي نعملو بالسيف عليا، واخا قول لو كان كيخنقني قال لي لا تعملو صح عليك، وكان ضربني غير باش نعملو. سيري جلسي حدا امك، خاصنا ندوي في هادشي الحاج. شافت في جدها بمعنى واش تمشي، ولقاتو حتى هو كيقول لها بعينيه تمشي وتخليهم يهضروا بوحدهم. نادت من حدا وخرجت من الصالون، ولكن في بلاصه ما تمشي لعند لالا فخيته بقات واقفه كتصمت. كان كيشوف هادشي اللي واقع دراماتيكي اكثر من القياس، خاصه انهم كانوا على درايه باللي عطينا لواحد اللي مشى لكم الدومين. عاشت كبراس وسط البزنازه وتزوجات واحد منهم، كان الموضوع في غايه البساطه. ما كانتش وحده عايشه في محيط نقي وتحطت مستنقع بعيد عن المحيط اللي كبرات فيه. هادشي اللي قلتي با على قضيه تاجر معها ما جانيش حاجه كبيره، ما نعطينا الامام ديال الجامع بحال دوك السفيرات باين اشكين فيهم. يا ما خرجناهم انا وجواد في اليوم الاول، كنا ديما طايحين في القطاطيه. الخرجات اللي كنخرجوهم انا وياك ما كيكون فيهم كاع الا ما تفاهمناش معاهم كنخوروها لهم في شي سبيطار. زاد فكروا بشي حوايج غافل عليهم في الدومين، هادو القطاطيه ديال هنا ماشي ديال اوزا، هادوك ما كيتفكوش بلا الجوع والكحت. باغي يلقاو عندك السلعه ويز القلوك كي درتي لها؟ كون ما فطرش بيهم يتغداو بيه هو وياها. عكس بوبكر، هو كان عارف اختو عيشة دميعة كي كيسميها وعارفها قلبها هشيش، ما كيقدرش على بحال داكشي، ولكن عارفه صاحبي اش كاين، هي ما مولفاش هادشي. سد النقاش، هو ما عندوش نيه يتناقش ولا ياخذ الراي ديال واحد من حفايدو اللي كيبان ليه بحال باغي يفرض الراي ديالو. الهضره اللي خطات قالها هي تقالت، كان متبع النقاش بين ولادو وبين باه من مور ما سكات طويل. كان من جهته نطق بصوت رزين، هادشي ديال الدواء سابق خصني ندوي معاه فين، فهم اش طاري هنا. كان مشارك الصمت مع باه كيحلل فهادشي، وعارف مزيان بلي هاد لي استواغ اللي عاوداتها اختو عندها جوج وجوه. الوجه الاول وراتو لهم اختو، والوجه الثاني خاص يوريه لهم الطرف الثاني باش الا كان شي حكم يتحكم بالعدل. هادشي اللي باغي اجدي، باغي نعرف اش طاري وعلاش يغرق هذيك التغريقه. كون كان هو اللي صيفط هاد التكلاصه ما كانش غتبقى هنا. قبل ما ندوي معاه غنمشي ندوي معاه هي نيت. اما هي كانت كتعاود تقاد فراش بيتها بحكم جدها كيرجع لبيتو، وحدها كانت غزلان اللي كتعاونها وباين فيها فرحانه من رجوع اختها. اما هي في الحقيقه كانت مشوشه، خايفه غير يهضروا معاه ويمشي يعاود لهم داكشي اللي ما قالتش ليهم، خايفه يقلبهم عليها. وهادشي بالضبط اللي كيزيد يدفعها باش تصوني عليه تهضر معاه وترتب معاه بشي طريقه، ولكن في نفس الوقت كتشوف الا دارتها غير ما غيزيد يشوف باللي قادر الولاد راها. ولكن بلاتي ممكن تهضر معاه بشي طريقه اخرى بلا ما تجبد له هذا الموضوع، ممكن غير تصوني عليه على الاهانه وصافي. زفرات بضيق عقلها ترون ومخرجها من ديك الروينه غير صوت غزلان، مالك كتشوف كنشوفك ماشي هي هذيك. شفت فيها وما بغاش تبينها، ضحكات بحال ما بقى والو ونطقات، خاصك تقول لي هذيك الشيء كامل اللي وقع هنا اش ما كنتش فاش ما كنتش. سكتت شحال كتفكر وتفرك صبعانها متردة واش تعاود لها ولا لا. وفي الاخير مشات بالزربه سدات الباب وجات وقفات قدام اختها. عندي حاجه نقولها لك الصراحه، بزاف الحوايج اللي باغي نقولو لك. اثرت فضولها وجلست فوق ناموسيه كتصمت الهضره تما مولفاش اختها توتر هكا، والتردد ديالها دخل لها الشك. يمكن تكون حتى هي طاحت في الفخ اللي طاحت فيه نوره واسماء، تفكرات اسماء اللي كانت الخطبه ديالها اليوم وضربات جبهتها بيديها ما عرفاتش كيفاش حتى خرجت من بالها. خاصها ضروري تصوني عليهم وتعرف كي داز داكشي. مالك غير كنت نسيت الخطبه اسماء اليوم وما هضرتش معاها، المهم بلاتي ونهضر معاها. دابا قولي لي انتينا شنو اللي واقع، ما تقولش ليا كتبغي شي واحد يرحم يمك، هذا الموضوع اللي كيرعبني. لا لا انا ماشي ديك الشيء، عندي موضوع بصراحه واحد اخر.
جلست مع اختها كتسمع لها بفضول شديد، كان كيتدوبل عندها مع كل كلمه كتخرج من فم اختها. اختها اللي ما بخلاتش عليها عاودت لها السر الكبير بجميع التطورات اللي فيه، ولا تفرحت لك على هذا الشيء. دايما كنت كنقول لك عندك موهبه فنه في الكتابه، علاش ما عطيتي ما عيطيش ليا وقلتيها ليا بعدا بعدا نعرف فين وصلتي؟ كنت كنقول ماشي تكون حدا شي واحد ونجبدك الصداع اللهم بلاش. فيروزه واش هادشي الكتابه كتشوفي عيب ولا غلط؟ اذا جيتي ليا انا هادشي ما كنشوفوش عيب، فين عمر الاحلام كانوا عيب؟ نتينا عندك القدره باش توصل وتكون كاتبه مشهوره وناجحه، العيب هو تدفن الحلم ديالك بسبب الخوف. وكون غير كان حلم عادي، لا بالعكس عندك القدرات. وزيدون الكتابه ماشي عيب وماشي حرام، نتينا كتعمل غير اللي باغاه، هما كنظنش غادي يتخلقوا منك نهار يشوفوك وصلتي وحققتي اللي بغيتي. اي خاصك غير ما تخليهمش يعرفوا. دابا سكتات كتفكر في هضره اختها، عارفه مزيان بلي اختها ماشي شي وحده تقدر تاخذ منها الحكمه ولا تستنى منها تعطيها حل عقلاني، ولكن على الاقل كتشجع وتعطيك التفاؤل. الله يجعلك تكون غادي تلاح فيك، غتقول لك المهم هو شنو غتلقى في القاع، المهم هو درتي اللي بغيتي. وصلت 4:30 ديال الصباح وسط ظلام الليل، كانت الهواء فيه شعله الدخان وريحه الاثاث كيتحرك كتخنق الناس كتجري وتجاري باش تطفيها، ولكن كان مشى الحال وفات الفوت. اش غيطفيو في ديك العافيه اللي شدت الفيرما بحال شي باب من بيبان جهنم تحلات وجرات بلسانها اللي جاي واللي غادي. حرقات الخضر واليابس، حيوطها اللي كانوا هادوك الساعات واقفين ها هما ولاو رياشين، الاثاث اللي كان صحيح فتح ها هو ولا حطبه كحله، اما الفيرما اللي كانت هادي سوايع كتسر الناظرين ها هي رجعت فحمه كحله شاعله بعافيه قادر يشوفها الانس والجن من على بعد كيلومترات. واللي ما قدرش يشوفها كانت ريحه الجلد والثوب والخشب كيتحرق، قادره توصل ليه الخبار. الدخان حريقه كان ضارب في الطول والسما والارض وعرضو ضارب كيلومترات ومترات، ما كان كيتسمع في داك الليل غير صوت الناس كتشارى باغا تطفي العافيه. العافيه العافيه شعله، امشي جيب الماء، العافيه شعله في الفيرما. الانصاري كانت الفيرما كتضوي في الليل بحال شي جمره خارجه من جهنم. في دار عائلة الأنصاري الساعة 4:50 ديال الصباح كان شي ناس وغرق في ناس ومناموا شي ناطق من الفجر باغي يبدا نهار جديد. ومن بين هاد الناس الحاج الرحماني اللي كان كيبغي يستغل داك الهوا ديال الصباح يخرج فيه قبل ما يتخلط بالدخان، ويمكن داك الهوا هو اللي باقي مساعدو نيتي يشد في صحيحته واخا راه في الثمانينات. لبس عليه حوايجو وركب في الكرسي المتحرك، ومع بغا يخرج من البيت وبيصلو ميساج في التليفون ديالو جبدو من جيبو وركب نضادرو باش يقراه. على سلامتك الحاج، كانت نفس الجملة اللي قالها ليه في بلاصة ما يجاوب الصواب بالصواب، جاوب بديك الإهانة وجرى عليه من ديك الفيرما. عفوا ديك اللي كانت فيرما، رقت ليكم غيبدا صراع بين جوج بارونات ماشي غتبدا معاضية بين جوج كسالات. واحد الساس ديالو وهما هاد التلاتة، الشرف كبرياء الفحولة وداك الشرف فيه بزاف ديال الحوايج، الكلمة والشرف والحرمة ديالو. وجدها نهار جابو حتى لعندو حيدها ليه وجرى عليه، راه ضربو في جوج نقاط، حيدي الحرمه وضرب في الاوف الكبرياء ديالو. اما سيهم عز قاس الحاج في عينيه وعينيه هي فيروز، يعني ببساطه كان عارف مزيان القضيه ما غتساليش بالهضره، هو مستفز عن قصد بداك الفعل. ببساطه بغا يعاود له الترابي، ودوك الترابي غيكونوا بطريقه اخرى تحت عنوان حرب الكبار. في الاخير غنقول لكم هادشي ماشي غادر، هذاك رد فعله معروف على حزب، باش ضربتيه غيضربك، ضربتيه بالزوين يضربك بالزوين، ضربتيه بالخايب غيضربك بالخايب، ضربتيه بالقوالب خلاتها غيضربك بالقوالب، وهو ضربهم في نفس الليله ديال النهار اللي وقع فيه داك الشيء. فوقاش كان كيتسنى غادر كون خلاهم ناعسين وحرقها فيهم، يعني فيها نيترا. قلت لكم ديك المره المصطلحات كيتعطى لهم معنى غير محليه. ضرب على السمية لقاها ديالو، شكون من غيره نسيبهم؟ شفتو طالت في التليفون هو عارفو ما غيجيش ويصيفط ليه مع هاد الميساج مع 54 دقيقة ديال الصباح حبا فيه. كانت المسألة أكبر من هادشي باختصار، كان باين بلي دار شي حاجة مادام فكرو في آخر هدرة قالها ليه في الفيرما. سن ظهرو للكرسي وحتى بغا يخشي التليفون في جيبو هي توصلو تصويرة الفيرما شعلة فيها العافية. نفس ضيقته ليه هو كيزيد يحقق فيها، كيحقق في الفيرما اللي كانت جامعة ليه ذكريات مع الحاجة هند الله يرحمها، فيرما اللي كانت عندها مكانة خاصة في قلبه. ما كاين شي مرة جا فيها التاولات وما مشاش جلس فيها، على الأقل غير شي يامات. يمكن ما كانتش فيرما عزيزة على حفاده وكانت عندهم عادية، ماشي شي حاجة بحال أي فيرما أخرى عندهم، ولكن هو كانت كتعني ليه بزاف ديال الحوايج. كان فيها بيت اللي كل ركن فيه كان شاهد على حب ديال الرحماني وينت. زير على التليفون في يديه اللي طاغين عليها تجاهيده اليابسة، حيد نضادر وسند راسو على اليد اللي كان شاد بها نضادر وسد عينيه في حدية ثانية كانت كتزيد زيارة لداك التليفون.
رجلو خانو صحتو خانتوك، وكانت تما في اللحظة كون هو واقف قدامو كنت فنو حرقو مع هذيك الفيرما اللي شعل فيها العافية. هو الحاج الرحماني الأنصاري يجي واحد قد حفايدو يبغي يطغى عليه وحرق ليه بلاصة اللي كانت كيشوفها مقدسة. حل عليه عينيه على إيتر صوني ديال التليفون المتصل، كان طبعا هو. على زعما ما صوناش مباشرة في السف التصويرة، شنو واش خلاه يدير العزاء على خاطر خاطرو؟ أكسبت المكالمة ودار هوت بالو، ولكن ما نطق حتى كلمة في المقابل. سمع الصوت من جهة تانية، خرج صوته بارد وجاف بتعابير خاوية. المرة الجاية نتلاقاو في دارك ولا في شي خلع الحاج، كان تهديد مبطن. يعني المفاد ديالو واش يتلاقاو في دارو ما غيجريش عليه، ولا يتلاقاو في شي بلاصه فيها غير الخلا والقفار وخا يجري ليه، ما ترجعش ليه لا بالضياع ولا بالخساره. هضره اللي كان فاهمها الحاج مزيان من هضرته. سكت وطال قبل ما يجاوبوه، كان بحال كيجمع الشتات نفسه كيحاول يحافظ على رباط الجأش ديالو. جمع عند هضره ونطق بصوت وقور، محافظ على الهدوء ديالو فيه. المره الجايه جي عندي حتى قبر جدك. عطاه تهديد مبطن، كان المفاد ديالو غيجري عليه من الدنيا حتى جدو ديريكت. تهديد اللي فهمو عيز مزيان. العافيه ما كتعرف لا دار لا دنيا لا دار لا اخير للحاج. سند ظهرو على الكرسي المتحرك، كان كيبان ليه بحال شي فلوس عاد خرج من البيضه. شاف الطيور كيطيروا حتى هو بغى يطير بحالهم في راسو. داك الطيران ديالو نهار غيبغي يجربو من شي بلاصه عاليه ماشي قدو، غيجي مستوح بحالو بحال اللي دازو قبل منه. العافيه لعبت بيها فاش كنت قدك اولدي وجرب تحريقها، واش نتا كاذب الحريق ولا غير مقدم فيها؟ يا ما تلاقى مع بحال هاد الماركه ديال الحاج الرحماني، كيكونوا شابو طابو في شي دومين، ونهار كيلقى شي واحد عاد داخل ليه، خصوصا الا ما كانش قدهم كيبقى يجيهم برهوش وما كيعرفش وما فيدوش وما منوش حتى كتخرج حاجه من ربعه في داك البرهوش. يا كيبغي يبرهن الجدوب اللي هو قادر بالضبط كي داير فاروق وسعد، يا كينسحب بحال طريق، يا كيتعايش بحال بوكر وجواديه ببساطه ما كيديهاش في هدر صحيت حقيقه ما عندهاش شي تاثير عليه. كان جالس وسط طوموبيل فاتح الباب اللي حداه في يديه جوان، وقدامو حط التليفون كيتسنط لهدرتو بالخصوص لديك الهدره الاولانيه. العافيه لعبت بيها فاش كنت قدك اولدي وجربت حريقها. شمن عافيه فيهم عافيه الغدر والضرب في الظهر. المرحوم ديتي من الحاجه هند الله يرحمها، وليني انا ماشي المرحوم صاحبك. مشاو عيني لواحد من الدراري اللي كان مخليهم الحاج قدام الفير، ما كان جاي لعندو ولكن دار ليه اشاره بجوج صبعان باش يمشي. استأنف هدرتو مشدد على كلمه بحال مسطر عليهم بخط احمر عريض، ما كان حطيش وما كيتخاتش مني. ومرتي بنت ولدك بالضبط ما كتخاتش، فهمتيها؟ هاد الدنيا ما كتعطيكش جوج مرات، مره كتعطيك مره كتسويك. بكثرة ما تزير بيديه لنضاضر ما تشلبال حتى سمعتو التهراس ديالو في يديه. كان كيكبح الغضب ديالو، الغضب اللي ما كيدوش بسلام نهائيا على هاد الحسابه. ولد المرتضي مخلي الدنيا هي اللي تلعبك، غا غادي مقدم فيها. وفين ما زوطاتك كتزاوط معاها، نهار كتجبد صمتها وتصليها معاك بالبزيم كتسد فمك بحال قرانك. لحن دادر اللي كان دخل زاجهم في يديه وسيلو قطرات من الدم في يديه، نطق شفايف بداو كيتراعشو بالغضب المكتوم. حل يدك الودنين مزيانة ولد المرتضي، الى غير بنت ولدي فيروز من هاد النهار عمرك باقي تشوفها وتعتب بدار عائلة بالحاج. هذه الاخرة فيها ماكس، دينا داك الكتاب وجمعنا وطوينا وما بقات عندي بنت نعطيها. الهضره بوحدها ما كانتش كافيه باش شفي لي غريلو، وعلى اي حال ما كانش غيكتفي بها، ولكن في هذه اللحظه بدات بغى يزيد يغرس لي هضرته في راسه ويحطم لي كاع دوك الامال اللي كيرفعهم للسماء. وهاد المره جات نوبته هو اللي استفزو في بلاصه ما يبقى قلبه كيغليها هو. في هذا الصباح شد بسنانه في الوقار والهدوء ونطق، قلتها لك ولد المرتضي وغنعاود نقول، هاد الدنيا ما كتعطينيش جوج مرات ولدي. الدنيا انا اللي كنحيدها لها من يابها جوج مرات، وكيوقع مع المرحومه الله يرحمها ويستاهليها غيعاود يوقع معاك. انت ما كتعطيش انا ما كنشدش، انا كنقلع. بنت ولدي هي اللي والله ولدي اللي عاودت كانت لك. مشاو عينيه العافيه اللي طفات في الفيلم ونزل من الطوموبيل، هز التليفون باليد اللي جات فيها الجوان بين سبعان وحيد ديك الهوت بالور. تمشى ناحيه الفيلم بالجراه ديالو المعهوده، خشيتو في جيبو هز راسو ما خايف ما والو، مسوق حتى شي حد، ما مخلوع حتى شي حاجه. هي تكون قد كلامك يخلي كلامك على قدك. رحدو بهدرتو، رحدو بالبرود والهدوء ديالو، ولكن حتى هو بقى محافظ على داك الهدوء والوقار ديالو. ليام بيناتنا ليام ولد المرتضي اللي غتوريك. قطع عليه هو ما فراسوش بلي من ماشي غير هو اللي ترعد، ماشي غير هو اللي غلا فيه الدم، بل حتى الطرف الثاني كان كيفور دمه باضعاف. هو كيشوف مرتو بزز عليه غتبات برا دارو، مرتو بزز عليه تحيدت من حداه. وي بصح ما جاوبوش باللسان هاد النهار على داك الفعل اللي دارو معاه في الفيرما، واللي شافها فعلا
فعلا ديال العيالات والبراهش، وما كتل ما كتل يعني ما كتلقش في مقام وشي بالحجر الرحماني، وما كانش من الاساس من النوع اللي كيجلس يتعاطى معاه هضره مني هضره منك ويشاركوا في التبرهيج ديالو اللي ما جاه حتى شاب في راسه. ولكن هادشي ما كانش كيعني غيدوزها ليه ويسكت ليه عليها، ما كانش غيخلي واحد البلاصه بحيوطه طالعين وهو ما ناويش يعاود يعتف فيها. الراجل بالنسبه لعائله بالحاج كانوا ركايز رجولته في ثلاثه، الكبرياء ديالو اللي داخلين فيهم بزاف ديال الحوايج، من بينهم تحمل المسؤوليه، الكرامه، نفسه حارة ما كيشدش وما كيرضاش، يكون كل فاس فين ما مشى يحفر وكيلموس ماضي من جوج جوايه يجرب تحاديه يسيل دمك باش يحافظ على الكبرياء ديالو. الشرف ديالو كان كيتعلق بالحرمه بالنسبه للاناث اللي هما تحت مسؤوليته، ما يمسهاش شي ضرر خارجي ولا تهز فيها العين سوا بالشر سوا بالاعجاب. وكان الوجه الثاني للشرف كيتعلق بالكلمه بحكم شرف الراجل، هو كلمته والراجل بدون كلمه بدون شرف. في هذه الاثناء كان الحاج ضربوا في جوج ركايز الكبرياء والشرف ديالو، ولو بهذا الفعل بالضبط كان قادر يقلب عليه الطبله باكثر من وسيله قذره، وسائل يمرمدوه ما يخليوهش يعاود يهز الراس، كان فيه ما يسد ليه الباب على سبحانه ويحط عليه حطه وحده، وباكثر من وسيله ماكره كان قادر يرجعها ليه ولكن ما دارهاش. غيعاود يرجع بنتهم لعنده ولكن ماشي بالقوالب، انما غير رجع قدام عينيهم، ولا كان غير ناوي يطلقها منه وخا يبقى كيضرب فيها عرق واحد راه ما يطلقهاش، والعريس اللي نوى يجي يخطف فيها يقطع له نيته من الجدر. مسد المحاجر ديال عينيه وبلا ما يرد البال كان الجواب في يديه ساله، عاود جبد واحد اخر من جيبو شعلو في طريق الطوموبيل، هو عارفه باغي يستفزو ودار ديك الفعله باش يستفزو، لكن الاستفزاز بهذا الشكل بالضبط ما كانش كيصبر ليه، خاصه ان المساله راه فيها مرتو. كانت متكيه في بلاصه جامعيتها فوق كرشه وكتشوف سقف بيتها، باقا ما متيقاش واش صافي تهنات صافي غترجع بين احد العائله ديالها. توحشت هاد البيت وتوحشت كل قنت في الدار اللي غابت عليها في هاد الشهور. غمضت عينيها وحطت يدها على قلبها اللي كانوا احاسيسه مخلطين بالفرحه بالقلعه ديال ترجع لبين يديه، وهاد الاحاسيس بجوج هما اللي خلاوها ما تنعش مزيان. نادت من بلاصتها بيجامتها وخرجت البيت ديال اختها غيزلان تشوفها واش رجعت ناس من ورا الفجر ولا باقا فايقه. حلات الباب وطلت عليها لقاتها جالسه حتى الشرجم، شاده في يديها دفتره كتستغل هاد النص ساعه الصباحيه في الكتابه في هدوء تام كيناسب شخصيتها الهادئه. سدت الباب موراها ودخلت البيت اختها، قلت مع راسي ماش تكون رجعتي تنعس. شفت فخصها ونتقات بنو براهات الدار كي خليتها كي باقا الضياف مكيخطاو ناشي، وانا ماشي ديما موفر لي هاد الوقت اللي كيكون فيه السكوت والهدوء. عندك الحق، انا في الاول تعجبت فاش شفت ما كاين حتى واحد من عائله وبا سيدي مريض، بغيت نقول فاش كان كيحسب ليا مريض. ما جاوبتهاش، في المقابل كانت كتطلب من شرجم خليا داك النسيم المنعش يلامس بشره وجهها. كاسه ما كانش من فراغ بل كان ناتج عن تفكير طويل غصت فيه قبل ما تنطق بشنو مبرصت راسها. فيروزه دارت بالكرسي وهي مقابله معاها بشكل كامل، كنتمنى ما تعملش شي تصرف يخلي العائله تعاود تشوف فيه تشوفها خايبه. فحالش نهرب؟ اذا كنتي هادشي اللي كتقصد تكوني هانيه، انا ماشي مكلخه باش نعملها خصوصا دابا وهي انا كنشوف بسيدي شنو يعمل على ودي. سكتت لثواني وهي كترجع باحداث البارح فين كان بوفكر واقف ضدها وفاروق وباها باغيين يسمعوا للطرفين. كانت عارفه مزيان الا مشاو حتى سولوا قالوا ليه بلي كانت كتبيع بلي كانت غتبيع بيه وتهرب، ولا عاود لهم على كاع اللي دات ويثقوا كلهم قالبين عليها. على الاقل دابا غير بوفكر اللي واقف ضدها، راني شفتو كي واقف معايا انا ماشي في وباش نهرب ونخسر باتيدي، وكاع اللي واقفين معايا عارفه مزيان اذا هربتي انا اللي ماش نكون خاسره. وزيدوني انا ما عندي غرض نهرب من عائلتي، في الاول هربت حقاش ما بغيتو مشي يزوجوني ليلو. ابدو الكوزينة على ود الفطور في واحد الهدوء طاغي في الدار، ما كان مهرسو غير صوت هدرتهم وضحك فيروز مع مرات خوها لتحت. اما الصالون اللي قالت فيه الحاج الرحماني والحاج قاسم وطريق كان نقيض ديال الاجواء اللي في الكوزينه، كانت الخبر فاجعه بالنسبه ليهم واثار ديك الفاجعه على دوك اللي عاد وصلوا وبلاصه الطوموبيلات برا الدار كانت بالاضعاف. غير وصلتهم خبر الفيرما اللي تحرقات كلهم خلاو داكشي اللي في يديهم مشاو للفيرما ديريكت قبل ما يجيو للدار. دخلوا الخوت بثلاثه الصالون فين جلس قال جدهم وباهم وخوهم، الصدمه والغضب ما كانت لا هادي لا هاديك باش حسوا. تخلطوا عليهم العراره من ديك الدخله اللي دخلوها اثرت انتباه فيروز اللي كانت سمعت الطوموبيلات كيتستفوا برا الدار، وبحال ديما ديك القاعده ديال تصنات على بنادم متاكتيفات عندها. غير سمعتهم دخلوا تسلتات من الكوزينه ومشات كتصنت عليهم تعرف الخبر اللي جايبينها على عزه على حسب داكشي اللي كانت كتسنى. ولكن داكشي اللي سمعته والنهيج اللي كان كينهش بوبكر وكيخوي اش عنده بحالها
بحال خوتو شوكاها، وما داش بزاف ديال الوقت حتى زادوا على اصوات خوتها اللي كانوا كيهضروا بالجهد منيرفين، حتى صدقات ماشي غير هي اللي كتصنت، حتى غزلان اميمه لحقوا عليها. شنو واقع ناري؟ غير سكتي غير سكتي مرات خاي، مصيبه كحله. وقفوا حداها كيتصنتوا، بانوا لهم كلشي مكشكشين ما عدا جدهم وباهم وطارق. اما جواد فهاد الاثناء بقى غادي جاي في بلاصو، يديرها في جنب اليد الثانيه كيمسح بها لحيتو. هذا ماشي شارجور اللي دارها ولا سيركوي. كان واقف قدام طبلة يطلقها، وليد الثانية مسح وجهه بيها بعصبيها، وزاد نيرف اخوه اللي عاد بدا كيفيق من التبويقه اللي تبوقها. واناش كنقول من الصباح هذا شي ولد مسح وجهه وشد لسانه قبل ما يشوف جدو، هذا شي داروا ليه يدينا با، هذا شي ولد عاود شد لسانه غبزت وشي بصبع وجهه الارض، هذا شي كلب كان ناويها فيه. احنا ما هو اللي شوتنا في الفيلم كيسردين. كان واقف حدا باه اللي جالس ولا اثر اخر هضره نطق بها اخوه، جاوبو مصحح ليه هذا ما كانش ناوي علينا. عطاو الدراري ديالنا شي سخط كلاوه ولا ما نعرفش كي درا لهم. هاد الرجال العافيه في الفيرما هزو الدراري ديالنا والكلاب ديال الفيرما ولحهم في قنصخر قبل ما تشد العافيه تم. العافيه كلات غير الفيرما، شكون ورا هاد الشيء ما عرفتش، ولكن من هاد الفعله حاط لينا شي عطاي وز الدراري. الدواء ديال الناس ما غاديش رجلين يمشي للماكله ديال الكلاب. الحاج الرحمن ينتق بهدوء بنبره متخلين هاد دبدابات الشيخوخه، ومنين عرفت شي باقي واقف كدير حدايا ما فهمش جدي. منين عرفت شي سير عند مول الفعله، وشكون مول الفعله؟ وصلتي لهادشي وما عرفتي شكون؟ وباش غنعرف جدي ديالنا كثار؟ كتحيد واحد كينبتو 10. كنشك في جدو عارف مول الفعله غير من هاد الطريقه باش هضر هادشي، بلا الطريقه اللي موالفي استغسرو بيها وخا يدير اللي يدير. سكات كبير عائله الانصاري البالغ من العمر 85 سنه طال، وسكات حفيدو حتى هو طال، وهو مطول الشوفه ديالو جدو ليه بدورو مطول فيه الشوفه. ما فاهمش اش باغي يوصل ليه جدو. اما خوتو الاخرين كان باقيين مناقشين مع بعضياتهم ما عدا طارق والحاج قاسم، شاو عيني البا يشوفو واش عارف. لقى حتى مركز المناقشه ديالو، مسكت شحال هو ساهي بداك الكاس اللي فوق الطبله باغي يفهم لياش كيلمح جدو، حتى لواحد اللحظه هو يشوف جدو ونطق الا ما غتوصلش به يديرها. ما جاوبوش وما قالش ليه واش يقدر ولا ما يقدرش. دار حاجه وحده، جاب التليفون من جيبو ودخل جهه الميساجات اللي وصلوه في الاخير متليه التليفون. حقق في التصويره مزيان وتطلع عينيه للميساج، وفي الاخير استقروا الشوفات ديالو في النمره. ما هدرش ولكن يديه للزيره على التليفون، كانت كفيله باش تخلي بكر يقرب لجهته وينطق شكون مولاها. عينيه للتليفون وحرك راسه وهو ناوي على اختي سلام كدويب. كان الدم كيغلي في عروقه من الفك ديالو اللي تصلب، كان باين فيه كاس على سنانو بعنف مرحموش. اما صدرو اللي بدا كيتلعب بثقاله ويهبط بثقاله غير هذاك، يعطي الخبر على هذاك القلب اللي بلاصتو يكون مدفون وسط القفص الصدري، رجع في حاله مدفون في حفره جهنم. شافو بوبكر كينهج قبل ما يهضر معاه، سمع صوت التليفون تحط بجهه فوق الطبله، ومن تم خرج من الدار. شاف طريق ونطق بصرامه نوت تبعو كل يمشي يهجم عليهم في الدار نوت. فهاد الاثناء كان الحاج قاسم التليفون كيتاكد من المفاد ديال الميساج قبل ما يعاود يحطو، هو باقي محافظ على الهدوء ديالو. قارو ما غيمشيش لعندو، خليه يخرج حتى يبرد وغيرجع. كان كيبان الحاج مبرد واللي يشوفو يحسب له غير الخبر كان في راسو، ولكن في الحقيقه ما كانش في راسو. الحاجه الوحيده اللي في راسو في الساعه الحاج الكبير غيولي بابلو اسكوبار ديال المغرب من مور هاد المشكل اللي وقع ولادو، غيخرجوا على طوعهم ولا ما كانش شي واحد فيهم برد ومهتم باش يحافظ على السيطره ديال الاوضاع، هادشي غيكبر وغيدخلوا فيه حتى الولاد الثانيين ديال الحاج الرحماني. مادام الحاج الكبير خسر ليه الخاطر وفي الاخير غادي تكبر حتى تالي بالدم اللي غيسيل بالعائلتين. كانت المعادله بسيطه، هاد الراجل اللي باغي فيروس خاصو ببساطه ما يتعداش عليها باش ما يقلقش جدها اللي مقطره ليه من العين، حيت الا مشى حتى تقلق بكل بساطه حفاد ولادو كاملين غينوضوا القيامه على ودو. ما كانت الجد كانت فوق راس ديال الخلفاء ديالو، ما كانت حفيدتو الرعده في قلب داك الجد اللي فوق راسهم. معادله كان محافظها الحاج، حافظها الحاج قاسم عن ظهر القلب، ورجعت ليه الذاكره وكيشوف الدبوب كيشوف في الفيرما اللي عارف غلاو تاع جدو كيفاش كتحرق. الى غير الكشاكش هما اللي بقاو ما خرجوش لولد بكر، العروق تتراصاو ليه في عنقو بالاعصاب على ديك الفيرما اللي ما كانتش اي فيرما عاديه. راجل بنتك جهل حرق الفيرما على هادشي، رجعت تكمش في الحسيمه. نطق بصرامه فارد هيبت وحطك التليفون، شد الارض قدامي قد قد بيحه انت جاي ودبح دوز
كانت تهضر جدو بحال شي استفزاز لي، استفزاز لي ما كانش هذا وقته، هو كيشوف نسيبهم كيفاش طاول عليهم مشى لديك الفيرما بالضبط. هضرتو غمزات صهداتو، نديرها جدي نديرها وندوز عليه هو واللي معاه. هز التليفون حتى كان غيخبطو مع الارض، ناسي بلي داك التليفون شدو موقفو لديك الفعله غير طريق اللي حتى هو كان واقف حداه وشاف التصويره والميساج، والنما راح يليه التليفون من يديه وخلاه باغي يتفرقع. هادشي كيتحل بالعقل والهداوة. سمع الهضرة جدك وجلس، كيفاش غيجلس وكيفاش غيسمع لهاد الهضرة هو كيشوف واحد الطاولة عليهم وعلى جدو بالخصوص، طاولة على كنية الأنصاري. كرز على سنانه ونطق هو كينهج، الصهدة طلعت معاه. إلا ما مشاش فاروق لعندو أنا اللي غنمشي، شير بصبحو الأرض اليوم غندبح مو. دور عينيه فينها، شاف مورا فينها، طلع على سوق السقف كاينه في البيت الفوق ياك. كانت واقفه باقا كتصنى وقلبها كيضرب في التسعير من هادشي اللي سمعت، وما طاح في بالها غير هو ما جات فين تستوعب هادشي اللي وقع حتى سمعت خوها كيقلب عليها. تفرتكم من تم هي وغيزلان وامها كي ولاد الحجله، كل وحده فين مشات، شي مشات للكوزينه شي دخلت للطواليط باغا تهد راسها، هي مشات لعند ولدها. اما بكر دفع طريق وطلق دي طلع ديريكت للفوق كيقلب عليها في بيتها، واقفه مور الباب ديال الطواليت صادقه ليها وكتحاول تستوعب هادشي اللي واقع. كيفاش واش حرق ديك الفيرما؟ واش خوها باغي يمشي يقتلو؟ واش هادشي ناط بسببها؟ اش واقع؟ ما بقات فاهمه والو. قصات في الارض ديال الطواليت وجمعت رجال عندها، عمرها تخيلت توصل لهاد المواصل. باقا دابا ما قدرتش تستوعب هادشي، قلبها حسابي عطيه الحريق، خايفه وخايفه بزاف على هادشي اللي وقع من داكشي اللي باقي جاي، ومن ديما المصائب كانوا كيجيوها دقه واحده بحال هاد المره بالضبط. باقا كتحاول تدخل راسها بلي الفيرما اللي عاد كانوا فيها البارح، ديك الفيرما اللي كبرات فيها، ما بقات صافي تحرقات وبقاو واقفين فيها غير الحيوط مصبوغين باثر النار اللي سرطاتهم مضغاتهم. جمعات رجليها عندها وغمضات عينيها، كان النهار نهار على نهار كيزيد يخلعها، وبعد الفعل اللي دار هو كيتحدى عائلتها. زاد ثبت لها كثير كثر ديك الهضره ديال العائله اللي كتعنى بها ما غتنفعهاش. طلعت النفس بصعوبه وناضت من بلاصتها، مشات كتغسل وجهها مره وجوج وثلاثه باغا تفيق من واحد الحاله قريبه للهديان. كانت على مشارف الدخول ليها وهي كتفكر فاروق اللي غير شافو خارج تفرق، وكان باين فيه وصله به اللافان. في مشى ما عرفوش، ودابا بو كل ناوي يطيح بطانه. لا لا خوها ماشي قتال، وعائلته ماشي قتالي، ما يمكنش يديروها، يقدروا يضربوه ويقدروا يديروا له داكشي اللي دار باش يقتلوه. لا رجعت جلست حدا الباب، جمع رجليها عندها وهي باقا كتحاول تجمع الشتات نفسها، وما جات فين تهدن وتهدن قلبها حتى تنفضات على اثر صوت الدقان بالجهد في الباب ديال الطواليت. حلت عينيها وبلعت ريقها ونادت وقفات على رجليها حتى دخلت في حرب مع التردد الشديد اللي كانت نتيجه الفوز ليها من مربع. وقفات على رجليها وحطات يدي على البواني كدورو مع الحله ديال الباب. لقات بو بكر واقف قدامها مباشره، وغير وجهو عطاها الخبر ديال الحاله ديالو. هاد الساعه فين كيعمر راجلك دوي شمن كوان كيتخشى فيه؟ ما عرفاش، ما كيقولش ليا فين كيمشي. طول فيها شوفها باغي يعرفها واش كتكذب عليه، ولكن كانت باينه ما عندها فاش تنفو. سي نورمال ما يتيقش فيها وهي مزوجه به. يلا هادي شهور قلال، ما جلست معاه حتى 3 شهور صحيحه. باغي يخرج ويوقف باه بوبكر اجل هنا. علاش غنجي الواليد؟ علاش غادي نجي وداك ولد؟ جمع هدرتك بوبكر، شمن هدره ولا شمن خخره؟ شر حمار جرو من تو خرجوا من الدار لا يصدق مزبله في الهضره قدام باهم وجدهم. بان ليه ما بقاش كاع كيبزن في هضرته قدامهم، ضارب في الاحترام عرض الحائط. خرجوا من الدار ومحسيت الباب هو يشنق عليه بوبكر، مبرد فيه حر الاعصاب اللي فيه، هو مطرطق عينه فيه كيف ما ترتقوا فيهم خيوط صغارين حمرين مشققين البيضيه ديال عينيه. ومبررت ومبررت لربك ما شايفش اللي لاح لينا، ما شايفوش، ما شفتيش كي كالس يتنزع لبا شايف هادشي؟ ومبرد نصلو يديه ودفع عليه. مبرد مبرد شو ما تخلينيش، شو ما تخليش دير امي فين نزيد اش عوان ندير؟ مشيت نوض نحل وشفت بلاصه الروضه ولا اول ترونه ودخل في هادشي اللي دار واللي ما دار. واش يحسب لك انا داست ليا؟ ما داش ليا، قال خسر في الهضره ما داش. وقف بالجنب ومسح وجهه بعصبيه كيحاول يحافظ على الهدوء ديالو باش يسند باه وما يخليش الامور تخرج على الحدود ديالها. كانت تردد طاغي ليها بشده قبل ما تقرر تصوني عليه، وهي جامعه الهضره اللي باغا تقولها ليه، او بالاحرى ضابط راسها وضابط على باقتها في الهضره. هدفها ببساطه ماشي تنوض نبهش، وانما تهد الاوضاع لا يصدق العائلات في شي طاب وشي مطاب من مور الفعله اللي دار واللي باقا مصدومه منها. جلس التليفون كيصوني شحال قبل ما يجاوب حتى شكت واحد اللحظه ياك ما يكون كيحسب ليه شي حد من عائلته اللي كيصوني ليه من الفيكس هذا، علاش ما بغاش يجاوب؟ ما قطعت شكوك وهي غير لابي اللي جاوب عليها السلام عليكم، جاوبه بنفس الهدوء. الفرق بيناتهم هذا كان بحوح بديك الحروشيه في الهضره. وعليكم السلام.
كي قطر الهضره بالعبار تقول غادي يخلص عليها الضريبه. زفرات هي كتشوفو كيزيد يعصب عليها المأمورية، ولكن ما بيناش هادشي في صوتها، ولكن اللي كانت باقا محافظة فيه على الهدوء ديالها. كيف تينا؟ كي شفتيني كيف باقي؟ ما فهمتش منو اش باغي يقصد، واش كيقصد باقي معصب؟ ما اهتمتش بهادشي وكملات عادي في التمهيدة ديالها. اسماء شنو اللي عملت في الخطبة ديالتا؟ ما كرهتش كون كنت معاها البارح، بالحق ما كتبش. باقي غيكتب لك فارسها، ما تحسيش الهم. كان المعنى من هدرته واضح لدرجة خليتها تفهمه بشكل صحيح، ديال انه قصد غيرجعها وتحت الارتيكسا غيكون كتاب، ولكن من ذلك فضلت تقمص الغباء ونتقات ان شاء الله في الاول في الخرج مع الملح والطعام. هادشي ما كيتنساش حتى الى طلقناه. غمغم بنبرة رجولية مظلمة كيسطر لها على هدرتها بسيرو الى ما كانش ناوي تصوني. وحقيقة فاش شاف لابيل جاية من الفيكس ديال الأنصاري كان متوقع تكون نسيبته، ولكن هي ما كانش على البال. وفي الأثناء اللي جاوبها بداك الجواب اللي كان باين واضح بحالها كيقول ليها هادشي إلى طلقنا، كانت هي محافظة على داك الهدوء ديالها ببساطة. كانت متوقع من الأول شي جواب يستفزها. نقد قلت ما غنصونيش، ما غتصونيش مادام كاينة في داركم، ماشي هادشي اللي باغا؟ هادشي اللي باغاه ما كنتش غنصوني عليه قبل ما نعرف شنو واقع في الفيرما. تفحصات بعينيها وجاي شي حد وكملت تهضرتها بنبرواتي قام داكشي اللي باغا تقول. تين عارفين عارفه هادشي ماشي تبعوه مشاكل، ما غنقولش ليك خايفه على خوتي منك ولا خايفه عليك من خوتي، عارفكم ماش تنطحوا. انا ما باغاش هادشي. مشى بالها دوك اللي قتل، دوك اللي الطخ يديه بدمهم بسبب هادشي من الاساس صونات عليه، ما باغاش يوقع هادشي. نطق بصوت هادئ وشنو باغا. كان بالاصرار على الموقف ديالها وثقتها فترتها واضحين بوضوح قدر يفرز فيها مساله ما كاينش تردد. فترتها باغي تفكد المشكل وديك يعني ديك الصحبه اللي صالحه با سيدي مع جدك ما تهش. ما تنساش في واحد الوقت كانوا صحاب. ولا شنو باغي؟ جوابها كان صمت، وهي عارفه مزيان المطالب ديالو عمرهم ما كانوا كيتوافقوا مع الحوايج اللي كتقدر ديرهم. جاوبي تينا، باغي المشاكل مع بسيدي، هادشي اللي باغي. علاش عيطتي؟ باغا هادشي يحبس ما نوصلوش شي حوايج عارفاهم ما غي يعجبو حتى شي واحد. وتينا عارف اش من حوايج كنهضر عليهم، اش من حوايج. عيطت لك باش تعمل شي حل هادشي بلا ما يوصل داكشي اللي كان وقع. حسيت بسخونيه طلعت من الحلقه وهي كتفكر داك المنظر بالعطريقه، كتحاول تبعد داك المنظر من عينيها. ونتقات بنبره هادئه اللي كان وقع في ديك الغابه، وانا نقدر نديرها من سابي. خرجي سوقي سوق جدك، السوق اللي ما غتخرجيش منه هو سوق راسك. دخلي سوق راسك وما تنسيش هذا المشكل، ريح وغدوز نهار يدوز غترجعي لدارك. عطاها تذكير شدد عليه بتشديد، خلاها توسع عينيها بجنون كيبازي جنون قلبها والسرعه باش ولا كيضخ الدم. وشتينا مبقيتيش ديال راسك ديري في بالك. ديك الدار مشيتي ليها ضيفه، والضيف طال السمان ولا قصر كيرجع لدارو. هاودني منك، نسمعك كنتي معلقه فشي شرجام ولا حيط تخلطات عليها. واش تعصب الوصف ديالو ليها ولا داكشي اللي قال؟ داكشي اللي خلاها توسع عينيها بصدمه وخلى دقات قلبها يزيدوا في العفونيه ديالهم الزيرات على هدي عاودت قطعها بصوت متحرجش اكثر قساوه. كان باين فيه ما كيضحكش معاها. هاودني منك، لقى عندك شي مشقوف دايره من ورا ظهري، نشقفه لك على راسك. وشتينا بعق عاود قطعها برود مظلم كيزيد لام قلبه. هاودني منك، نحصل عليك شي حاجه ولا نشمشم عليك لعبه القحوب ورا ظهري. نعجبك حال زفر زفير سخون بحال كينفس على ديك الافيه اللي كتعرفيش على وحده من هذا الموضوع بالذات. جبد البريكه من جيبو السقنف هضرته ببرود قاتل. الحبس اللي ضربته ولا اللي قبل منك نضربو على ودك. هاودني منك، الشك ديالو فيها وديك الطريقه كيفاش كيحسبت ليا بحال مرتو الاولى اجحش اجاج نار الغضب فيهم حملاته شي ديرها. حيت ببساطه هي ماشي رخيصه، ولكن التهديد الاخر ديالو حرفيا قطع فيها النفس. بقى ما فهماش من جات المرات وديك الزعامه حتى نضت الدرد فعلا بحال هذيك. يا انا ماشي مراتك الاولانيه، وقلت لك ديك المره عيلتي ما ربونيش برخيص ولا رخيص. جبد ورقه مكتوبه بخط يديها من جيبو بلا ما يحيد البريكه من يديه، واحد النحيه كان عندها خط زوين في الكتابه. قلتي في شي ورقه باغا بورطابل، وهادشي اللي دار من بين الحوايج اللي ما كتحملهمش فيه كيحل الموضوع في الوقت اللي باغي ويسد في الوقت اللي باغي، بحال ما كانش عاطي اهميه للدفاع ديالها على راسها، او بالاحرى ما كانش شايق بشي هضره بحال هذيك. من الاساس تفكرت الورقه اللي عطاتها الخدامه وكتبت فيها باغا تليفون. كنت قلتها بالحق، دابا صافي ما بقيتش، دابا يوصلك.
لما عندك على الشري كتر خيرك. جدي ماشي يشري. جدي اش تيقتي راسك تبقاي تما الشريفه. قفزها من تحت الزيرات على لاباري بيتها وغمضات عينيها. ما فهمتش مالو تعصبها كاع ثاني. اسمعني ارحمي امك، انا ما عيطتلكش باش نضرب معاك، وانا نضرب معاك دابا. انا ما عيطتش عليك على هادشي، عيطتلك باش نعلمك خوتي ماشي هما دوك الروح اللي رزيتي فيهم ناسهم. الله يسمح لك خوتي. حرك بين صبعاني تاع البريكه كيطفيها وكيشعلها حتى كتنعكس صوره العافيه في عيوني الفحميه بصوت كانت كتعكس العافيه اللي كتزيد تزيد تزنتها فيه مرات المزعومه. فوتي عليك سوق رجال ما عرفوتش سوق عيلتي. كانت هدرت بحال شي اشاره خلاتي جبد قار ويشعلو. مشيتي يومين لداركم وليتي تجاوبي معايا في الهضره. كانت عندها قناعه تما باللي ما غترجعش، ومن الاساس ما بقاتش قادره يوصل ليها. جاوباتو حقا جربت نهضر معاك بالحق، بالحق نتينا ما كتفهمش ما كتعرفش تهضر. فيروز راك باقا راجعه ما تلقيش في الحساب اللي ما غتقدريش عليه. كانت عندها افكار عبتي، يمكن فكرت بلي ممكن تبدل شي حاجه بهدرتها، ولكن في الحقيقه هدرته ما كانش كيبدلها حتى اللي ولدو باش تبدلها لي هي اللي عاش معاه بضع اشهر قلال. فيروز راك تهضر عزيزك هذا اللي عيط. قفزها صوت ماما حتى ما بقات عارفه ما تقولو كاع ديك الهضره اللي جمعتها باش تقولها الا حصلت تنسات عليها بسبب هاد الفعله. لا ما هادي غير اسماء عيط لي كتسقتي فيا وصافي. حتى طلا براي فودنيها ونطقات بارتباك شديد. اختي اسماء نخليك دابا سلم على مالي نطقطات عليه بزربه قبل ما تطلب منها ماما تهضر مع اسماء، خاصه ملي شافتها باقا واقفه حدا وكتشوف فيها وباين فيها بحال باغا تقول شي حاجه. اجي بغيت نهضر معاك. نطقات بصوت امومي قبل ما تمشى في الكولوار وهي في طريقها للصالون، في حين فيروز في هاد الاثناء او ما تبراسها بتحركات مراه وهي كتلعب باطراف قندور تحت وصلات للصالون. جلسات فوق السطري حتى ماماها اللي ما جات فين تبدا هدرتها معاها، حتى كانت غزلان وامامه مع ولدها لحقوا عليهم. كانت كاسه بقندور تاع البلديه ويديها مزينه ومسبتله ديال الدب خفيفه، دوزات يدها على راس بنتها. جات فيها بنظره دافئه ونطقات بصوت امومي، عاود لي يماك شواقع علاش خرجتي من الدراج ديالك؟ ما بقى حتى حاجه ما غير ما تشغلش راسك بهذا الشيء. هذا الشيء كامل يوقع فيروزه وتدخل ما وقع والو. واش كاين السيبه في البلاد؟ واش هذا الراجل كيحسب لي ما كاين رجال يوقفوا عند حدو؟ اصبر اميمه ردي عليك. شفت بنتها وجعت نفس النبره الحنونه. وقع لك شي مشكل مع ناس كاكوبتي؟ علاش عزيزك جرى على الراجل ديالك من الدار؟ عاود لي الله يرضي عليك. لا راه لا انت كتهضر لا باك كيهضر. مسألة كلهم كيتسناو تهضر في هذا الوقت بالضبط. من مور ما هضرات مع فلابيل خلاتها الدوخ، او بالاحرى افكارها ولاو مشتتين من مور ديك لابيل، والاهم من مور الفيرما اللي تحرقات. هي عارفه مزيان مرات خوها ما كتخافش وفيها متصوني عليه تغسل ليه ودني غسيل. ولا ناض درتها هو دعا على هضرتها غيصدق بجاوبها شي جواب يخلي حتى طريق اللي مهدن يشعل فيه شعله وحده. حاولت دير ما كانت غدير زبيده كون كانت فلاصه نطقات من برا هادئه. ياك همانتينا كنتي كتقول زبيده المراه ما خصهاش تخرج اسرار راجلها الدارها. اسمعني فيروز يرضي عليك، هادشي ما بقاش في اسرار دارك والراجل ديالك. هادشي يدخل فيه صداع بيننا وبين راجلك، والفيرما اللي تحرقات ما غيسكتش عليها عزيزك ولا عمامك. فهمتي؟ صبر شويه اليوم ولا غدا ماش تلقاهم جاو نتا ونات يسولوا على هادشي. فهمتي؟ حركات راسها بلا حول ولا قوه الا بالله. والله الا الحماق هذا جبد البلا اللي غيب ليه ويبلي تصيلته. واش كيحسبت ليه هادشي كيدوز بالسكس؟ ما كاين اللي يهضر على ديك الفيرما اللي تحرقات. ما وقع والو، ما غير انا كنت قلت لباسيدي داكشي اللي كنتو عارفينه وهيداك خليته في ديك الدار وصافي. باسيدي ما عجبوش الحال وما بغاش يخليني معاه وباش يرد لي له صرفو وجرى عليه من دارنا. والاخر يمكن ما رضاش ولا ما عرفت ليه مش حرق الفيرما. بتلات الموضوع دابا. قلت قولي يا نوره ما عندكمش شي خبر؟ شي خبر خليها. فاش فكرات تنهدات من تنهيتها كانت باينه هازل ليها الهم. حتى هذيك الملعوقه حرير تحريره باباها ماشي حماق لا بتقليع يعلم الله فين حطت الراس. ارتحت نوعا ما من جهتها مادام باقي ما وصلوش لها تكون سلكات راسها كيما سلكات راسها في فاس نهار هربات. انا قلت مع راسي ماشي يكون صافي قطع الياس. مين بنتي مين قطع الياس؟ راجل باقي كل مره يجي عندنا للدار يسقسي لك كانت عندنا شي خبر عليها وفين ما يجي كيقولوا باباك باقي ما كاين والو. يماها مسكينه واخا رجعت من طنجه باقي كتلاغي كل نهار تسولها كان عندنا شي خبر.
داز نهار اخر من ورا النهار اللي هضرات فيه معاه، ما حاولتش نهائيا تعاود تصوني عليه ولا حتى على اسماء باش تفادى تسمع شي هضره زعزعها ببساطه. مازال ما كانتش مستعده تجاوب على هضره اسماء ولا الاسئله اللي تقدر تطرحهم عليها. داز نهار اخر من ورا النهار اللي هضرات فيه معاه، ما حاولتش نهائيا تعاود تصوني عليه ولا حتى على اسماء باش تفادى تسمع شي هضره زعزعها ببساطة. مازال ما كانتش مستعدة تجاوب على هضرة أسماء ولا الأسئلة اللي تقدر تطرحهم عليها. كانت حاسة براسها أنانية بدك التصرف. الحاجة الوحيدة اللي كانت كتبعد عليها داك الذات هو فكرة أنها غير تكون مستعدة وتهضر معها. أما تسعى حاولت تعاود تأقلم مع عيشتها في دارهم وسط عائلتها. دازوا أيامهم عاديين من بعد ما مشاو لواحد فيلمة واحدة أخرى، لأن الحاج كيبغي الشجر وكيبغي الطبيعة. دابا قول لي يما، إذا صبغت شعري كيجيني؟ لا حتى درتها بحال القنبله الماء. واش سخط على باباك؟ الله ما لقيتي شغل، ما بان لك غير شعرك دابا ياكي. واش انا محرم نصبغ شعري؟ وعلاش مرات خايمه تصبغوا وانا يلا؟ اميمه بعقلها ربي الحبيب، هاد البنت باش تخرج لي العقل. كي شغل انا يا حمقه ياك ما ياك؟ نعل الشيطان فيروزه، نعل الشيطان. اميمه مزوجه وبني طريق ما عندوش مشكل، وين انتي؟ باك ما يقبلش ولا يبغي هادشي؟ وياك حتى انا يا مزوجه، واش نسيتي اما؟ حاولت تدخل وتفسر لها غير بالمهل. الا بغات تقول خالتي فيروز انتي وراجلك مفارقين، هاد الساعه عمي عارفك ما باغاهش، ومن الفوق راكي في دار والديك بحال واقفين على الطلاق، ياك هادشي اللي باغاه؟ نعل الشيطان تانت يا امي، ماش من طلاق كتهضر عليه؟ جاوبت مرات خوها منطقات براءه، عندك الحق، كاينه في دار عيلتي بالحق، ما مفارقينيش انا وياه، باقي مزوجين ولا لا؟ يقدر يعني نقدر نصبغ شعري بلا ما يقول لي يا بابا صبغ ولا ما تصبغ. قرنات حواجبها بحال سمعات شي حاجه ما هياش. علاش خالتي فين باقا غترجع لعندهم من مور ديك الحاله اللي دار؟ الهضره بنتي باقا بين الرجاله، يعني احنا هادشي ما كيعني لنا والو. وانتي الراجل ديالك فراسو مش تصبغ شعرك؟ كانت عارفه ماماها غير هضره في الخاوي، وكلمه امها ما غتمشيش معاك لمجدها اللي كان حالف ما غيرجعهاش لي. كيف ما تاقت فيه في الاول نهار قال ليها ثيقي فيه مخرجه من ديك الدار ثيقه فيه، حتى دابا ما غيرجعهاش ليه. شافت ماماها متقات براءه كتسبل في عوينتها. طبيعة الحال عارف هادشي، ونزيدك هو ما هو كان كيقول لي دايما تصبغوك، وما تراشي داك المشكل دباسي اللي وجينا كنت تصبغو، ماشي نصبغو في الحسيمه، غير جينا قبل ما نعملها وصافي. شفت حتى عيات وما عرفت ما تقول لها، لباها لخوت عندهم الحق يقولوا لها واش تصبغ ولا لا، ومدام سيد فراسو غتصبغ ما بقات لها هضره معاه. واش ماشي نقول لك بنتي اللي بان لك ديريه؟ بقات امي ساكته كتشوف هادشي ديال الهضره باغا غدور بين الرجال، ما كانش باغا تنجح حد معاك وصاف الهضره، ولكن هادشي ما منعهاش تفكر وتهضر مع طريق الليل. بدلات الموضوع وشافت فيروز اللي بانت لها باغا تصبغ شعرها بشده، بدلي نتلوك شويه ولا ما عجبكش ديك الساعه رجعي النواغ ما تخسري والو. مشات صولت على الكوافوره وعلمتها تجي وتجي معاها شي وحده اخرى باش يطلقوا يديهم، وما تبقاش وحده كتسنى الثانيه. ومن هنا لذاك الوقت بقى مدوزي نهار ومغرف في الدار، وشقاها شي راشقه ليه شي ما راشقاش ليه، شي كان متحمس المساله غير يجرب شي حاجه لاول مره في حياته كانت قضيه تصبغ شعرها. محمسها وحيره فينش يعني غير فش ملون دي اللي واش زهرو ولا تبغو بالحمار ولا دي اللي ليميش ولا ماغول، يمكن الاورانج حسن. بقاو على داك الحال دور من هنا دور من هي حتى تغدا، وجات الكوافوره واللي معاها باش يصبغوا لهم شعرهم. جايين وجايبين معاهم الماتيريال ديالهم بحالهم بحال اي ضيف كيدخل ديك الدار، ضيفوهم بينوا لهم على الكرم وحسن الضيافه ديالهم قبل ما يمشيو معاه البيت اللي كيصبغوا لهم بجوج بيهم شعر. كانوا كاسين في بيت من البيوت ديال الضياف مقابلين مع المرايا ديال الكوافوز، وقدامهم حاطين الماتيريال ديال الكوافورات، في حين فيروز كانت هازه في يديها كتالوج كتفرج في النوامر ديال الصباغات. ما خرجتها من الحيره غير الكوافوره اللي اخترت معاها لون يجي مع عوينتها واللون ديال البشره ديالها. كانت متبعه مع الكوافوره من المرايا بعيون نظرات مغلفهم ميض والحماس، عيون مغلفه من الفرحه بحال شي بنيته صغيره شراو لها الحوايج العيد، خاصة منين غطات لها شعرها. بقات كل شوية كتطل في المراية وتشوف واش تقدر تشوف اللون ديال شعرها تفتح، وحتى كتبغي تعري كتحبسها أميمة. بقات على داك الحال كتسنى وتحسب بالثواني فوقاش سالي ليها ما تهنات وارتاحت، حتى مشات معاها باش تغسل لها شعرها ورجعت معاها لحد المراية. جلسات مخليها تكمل شغلها ومراقباها من أول خطوة حتى لفاش بغات تنشف لها شعرها باش يزيد يوضح لها أكثر لون شعرها الجديد اللي واخا مازال ما شافتوش، وشعرها ناشف الا وراه فرحها اللولي زين لها خصولات. شعرها اللي من مور ما كان سوادهم كسواد الليل رجع لونهم فاتح باللون الكستين، يعني واحد خشا
شات سبعانها بين خصولات شعرها، كتحسس بأناملها الخصولات الملونة من شعرها، علفاها ابتسامة حماس في حين عيونها كانوا كيتلألؤوا بواحد السعادة غامرة بحال عطاوها الكون وما فيه. سمعت صوت طوموبيلات بلا صوت تحت الدار، ولكن كان هذا آخر همها. الساعة برك عليها غير تجلس تخلي كوفور التالي لها، وداكشي بالضبط اللي دارت. بقات جالسة ومخليها كدير خدمتها، زعما إذا قصت لي قصي سعيدة منا ومنا ما تجيني مزيونة أنا الجزيرية بلاش منها، والله ما غاديش مع وجهك. وإذا قطعت لي شوية منا ورات الجوانب ديال شعرها كانت باغا تقطع غير شوية من جهة الودنين، جربيها ولا ما عجبتكش ما غتكونش صعيبة تخبيها بعدا. عاد لها لي اختي عافاك. قاطعها صوت شي مضاربة نايضة لتحت، قطبات حجوة امها ما فاهمة اش واقع. عضارت شافت اميمة لقاتها حتى هي عاقدة حجبانة وطاقة الدنيا كتحاول تسمع واش هذا الصداع كاين عندنا. ياك تنتي اللي سمعتيه. نادت بالزربة من بلاصة مشات للشرجم كطل تبعتها اميمة لي لحت على شعرها الشال عاد بدات كطل تشوف اش واقع. هداك ماشي ما بغات تهضر، حشات يديها في حشات بيدين فيروز كيزيروا لها على اطراف حويجها بلا ما تبعد عيني عليهم بحال كتثبت لها هدرتها وتاكد ليها باللي هو النيت اللي كيلتحت هو النيت اللي مفارقين ولا ولد عمها يوسف كيما مفارقين ولد عمها عليه. عاودت قلبت عينيها كتطلع عليهم لتحت وعلامات الامتياعات مرسومين بشكل احترافي على الملامح الكزاويه. واش هذا ما عندوش كمره علاش حشم باقي جاي بوجه احمر؟ كانت حاسه بالخنقه بدات كتشدها وكتحاول تداريها حسب قلبها كي بدا يضخ الدم اكثر من المعدل الطبيعي ديالو، كتحاول ما امكن تحكم في مخاوفها. عاد البارح هضر وصيفط يدخل بلاصتو لهاد الدار، واليوم ها هو هنا جاب رجليه زاد زيارة الحوايج مرات خوها وشاف فيها بتعابير القلق، في حين حواجبها كانوا متعرجين في وسط بالتقويصه توجس خفيف. نطقت بخوف مرافقين ونظرات القلق. هذه هي الهضره اللي قالت تما، هادشي اللي قصدت فاش قالت ماشي هضروا الرجال بيناتهم. لمست بوضوح ديك الرعشه اللي غلفات صوتها وتعابيرها اللي تقرب 180 درجه بحال كان صور ديال الثقه مغطي احاسيسها الحقيقيين ودابا بالشوفه ديالها اللي تهدم. ما عرفتش بحالي بحالك، انا براسي عاد كنشوف هادشي. انا كون عرفت هادشي كاين حبسات هضرت مقلقه وما عجبها حال بمره، في حين ديك اللي حداها اللي كانت اللي كان خافق عندها غتبدل ليه سمية ويولي سميتو الساك. تلفتت ليها وشدت في يديها بحال الغريق اللي كيقلب عليه شي حبل يتلاح ليه وتشبت بيه، وبصوت متوجس مصدوم بالحقائق نطقات يرحم يمك مرات هاي قولي ليا ما يرجعوني شي ليه. ما تعمري شي راسك بهاد الشفير وزيد داكشي اللي دار ماشي ساهل يتنسى وما غيرجعوكش ليه. واش ما شفتيش ولد عمك كيفاش شادينو عليه؟ ما سمعتيش هاد الحيحه والريقاطه اللي نايضه لتحت الدار؟ جلسي خلي البنت تكمل لك شعرك ونسيه لك هادشي واخا يجي مليون مره، ماشي غير هاد المره. راه عمي وخوتك عمرهم يعطيوك ليه، خليها الحاج لا يطول في عمره. كانت عنده ياقوته في الدار وما عرفش بقيمته ودابا يقضيو الحجر الا لقى ما يتقضى فيه. غير انت ما تبانيش لتحت الساعه وخليهم يفكوها بيناتهم حتى نشوفوا هاد الحريره اللي غتفك. وهنا كنقول لكم انتهت الجزء ونتلاقاو في الجزء الجاي ان شاء الله، ودعوا لي بالشفاء باش ان شاء الله نقدر ندير لكم كل نهار جزء. خليتكم على خير.